عندك مشاهدينا الكرام، لحظة مطاردة أحد الأشخاص اللي كان مع العصابة في الحي المحمدي، فرقة مكافحة العصابات. ها هو دخل هنا. مشاهدينا الكرام، مطاردة هوليودية من الحي المحمدي، فمتورطين هذا الشيء يبات لهم في دارهم، غادي يتم القبض عليه ان شاء الله. مشاهدين متابعي قناه الشعب شوب تي في، مباشره معكم من الحي المحمدي. حملات تنسيقية في اللحظات من هنا، هذاك الشخص تعرفوا عليه. مشاهدين في قناة الشعب شوف تي في، مطاردات هوليودية. القبض على المتورطين عملية الاعتداء على العائلة. مشاهدينا الكرام، يعني هو أحد العصابات فضل الدروبة ديال الحي المحمدي. فرقة الدراجين وفرقة مكافحة العصابات. تابعة للشرطة القضائية، مصحوبة بالدراجين المنطقة الحي المحمدي. حميد لا خويا ميتكولاش الموطور كل هاني. مشاهدينا الكرام، البحث ما زال جاريا على المتورطين اللي ضربوا العائله في زياد. المهم راه تعرفوا عليهم وتعرفوا على رئيس العصابة ديالهم في هذه المنطقة.
تي في مباشرة معكم من الحي المحمدي. يعني حرب العصابات بدأت من جديد. هجموا على عائلة بالفيزيات والصواريخ كما كيقولوا ساروا كيديروا في قرعات يسد عليه او القوة ديال الفيزيات. تسمعوا الناس اللي في الحي الخلفي، واحد السيد خدينا معاه الصريح قال لك احنا سمعناه من الحي الخلفي القوة ديال الضربة ديالو. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث والى اللقاء.